بصح انتي عقداتك الحريرة في رمضان وكل نهار عندك معها مشكل، مرة ناسية الحمص ما رطبتيش، ومرة نسيتي اللحم ما خرجتيش، لحس العوان مع الصوم، كل نهار فوضى ديال قطع معدنوس وكرافس والقزبر والروينة ديالهم، كل نهار مخرجة الطحانة باش تطحني مطيشة وتزيدي عليك في المواعن، مرة ناسية البصلة ما حكيتيهاش، ومرة ناسية السمن ما درتيش، داخلة معطلة من برا وتابعك الحريرة وتابعينك شهيوات آخرين، غتعطلي وغادي تجيبي الفطور في وقته. فهنيتك ان شاء الله من هذه المرحله هذه، فتوجديها قبل رمضان ورا مشيت عينها الحريره ديالك واجده في رمضان ان شاء الله. خليكم مع الفيديو، تبعوه الى النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعين قناه لبنى ماهر، مرحبا بكم في القناه على فيديو جديد ان شاء الله. فيديو اليوم خاص بواحد الحيله او افكار اللي بغيت نتقاسمها معكم ونشاركها معكم، اللي هي كتهنينا بزاف من الحريره في رمضان. بما ان رمضان الكريم على الابواب فقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الحيله اللي كنديرها صراحه دائما وكتهنيني بزاف في رمضان، وبالخصوص للسيدات العاملات والنساء هكا اللي ما عندهمش الوقت اللي باش يدخلوا هكا المطبخ ويبقاو فيه مده طويله. فهاد الحيله هذه كتهنينا بزاف بزاف الصراحه، هو القوام هكا ديال الحريره اللي كنوجدوهم، كيبقى لينا فقط اننا نضيفوا التوابل ونسدوا على الطنجره ديالنا. فنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، خليكم مع جميع التفاصيل. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله، فهنايا اول حاجه عندي الحمص، الحمص اللي درتو في الماء واحد الليله كامله هكا تزقناه باش كيرطب. ممكن انكم هكا يا تنقيو باش هكا يتقسم على زوج بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا منقي، اولا تخليوه هكاك مجموع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. عندي هنايا غادي نحتاج شويه ديال القزبر، والقزبر كيكون هكا خفيف ورطب كيف ما كتشوفوا معايا، حتى اللون ديالو كيكون باهت شويه. بالنسبه للبنات اللي كيكونوا مبتدئات ما كيعرفوش يفرقوا بين معدنوس والقزبر، فكيكون هكا رطب، وحتى بالنسبه شي نوع كتلقاو فيه هكا ديك السبوله رقيقه. وكذلك هنايا عندي المعدنوس، المعدنوس اللي كيكون هكا اللون ديالو غامق وكيكون شويه واقف، كيكون هكايا الورقه ديالو واقفه وقاصحه شويه. وهنايا عندي الكرافس اللي كتكون الريحه ديالو مختلفه تماما وكيكون هكا شويه غليظ، وعنده كذلك هاد السيقان هادو تيكونوا شويه غلاظ. فبالنسبه غير الاخوات اللي كيكونوا مبتدئات ما كيعرفوش يفرقوا بيناتهم. وبالنسبه هنايا عندي شويه ديال اللحم، قطع ديال اللحم ممكن انكم تستغناو عليها. هنايا عندي شويه ديال الطماطم، والطماطم دائما نختاروا بالنسبه للحريره النوع اللي كيكون هكا شويه احمر وكيكونوا شويه طايبين، يعني ما يكونوش قاسحين وبيضين. هنايا عندي كذلك البصله، حبات ديال البصله اللي غادي هكا نحكهم اولا نطحنهم. وعندي شويه ديال السمن، بالنسبه لهذا السمن هذا اللي سبق لي وقدمته معكم في القناه، غادي نخلي لكم هنايا الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف لتحت ديال الفيديو. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا صراحه كيجي ممتاز، يريد زعما تشموا الرائحه ديالو، فمعتبر معتبر البنات هذا السمن هذا، وكيوجد بسرعه بهذيك الطريقه اللي قدمت معاكم، جربوه اكيد غادي يولي عندكم هو المعتمد. وهنايا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نقطع، من طبيعه الحال انا غاسله المعدنوس والقزبر وكذلك الكرافس، فغادي ندوز باش غادي نقطعهم مزيان مزيان. غادي نحك مطيشه اولا نطحنها في الطحانه، وكذلك البصله، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. ندوز باش غادي نقطع هنايا هاد المعدنوس، فغادي نحيدو غير هاد شويه هكا اللي كيكون خاسر في الجدر صافي، وكنقطع كل شيء مزيان. هاد الجدر هذا مهم بزاف، حاولوا اننا نقطعو من اول مرحله، كنحاولوا اننا نقطعو مزيان. فكاين اللي عنده داك المشكل ديال كيقطع بالزربه غليظ، ومن بعد فكيجي كيشوف هذوك العواد رقاق غلاض يعني طوال، وما كيتقطعوش مزيان، واخا دوزو ليهم بهذيك الطحانه ما كيتقطعوش، كيبقاو هكا بحال الخيوطه. فحاولوا انكم من الاول هكا يتقطعوا رقيق، هذه المساله الصراحه كتهنينا بزاف من الحريره، خصوصا الناس اللي كيبغيو هكا يديروها دائما.
هنا بعد ما قطعت القزبر والمعدنوس فهنايا كندوز كندير الكرافس، وهنا الكرافس فكنقطعو هكايا، كنقطع حتى هاد العواد هادو كيف ما كتشوفوا معايا، وهاد هاد العويدات هادو الغلاط فكنحتفظوا بهم فكنديرهم حتى همايا ان شاء الله غادي تشوفوا معايا. بالنسبه فكنقطع مزيان بالمص، ومن بعد كنرجع هكا كندير لي هاد الاله هادي الا كانت عندكم، فهي كتطحن مزيان القزبر والمعدنوس صافي، اولا الا كانت عندكم الاله اللي كطحنوا فيها المعدنوس والقزبر صافي. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. هنا بعد ما قطعت الكرافس كيف ما كتشوفوا معايا وقطعت هاد الجذوره ديالو هادو، فكنديروهم على هاد الشكل هذا. الا بغيتوا تصفيوهم اولا تحيدوهم من قبل ما تدوروا الحريره، اولا ممكن انكم تخليوهم، راه كيجيو رطبين، كاين اللي كيعجبو كياكلهم. هنايا غادي ندوز باش غادي نقطع مطيشه. بالنسبه الى ما كانش الكرافس صراحه بلا ما ديروا الحريره، لان الكرافس هو الحريره كيعطي واحد الريحه وواحد النسمه رائعه رائعه للحريره صافي. غادي ندوز انا باش غادي نطحن هاد المطيشه هادي، غادي نطحنها بالقشره ديالها، غادي نحيد ليها هكا غير هاد الجدر هكا على هاد الشكل، وغادي نحاول باش غادي نطحنها كامله، ما غاديش ندير فيها الماء، فقط غادي نطحنها غير بهنايا القزبر باقي هنا لاصق. كيف ما كتشوفوا معايا انا طحنت مطيشه كيف ما كتشوفوا، فمطيشه كتبقى هكا ثقيله لانني انا طحنتها بلا ما كيف ما كتشوفوا، فثقيله القوام ديالها ثقيل. كتحاولوا تطحنوا غير شويه بشويه بشويه حتى كتحرك مزيان من التحت وطحنوها. بالنسبه للبصله اللي حكيت فهذوك البقايا اللي كيبقاو صغارين ما كيتحكوش، فانا رميتهم مع مطيشه وطحنتهم معها صافي. غادي ندوز دابا باش غادي نفرق هاد الشيء اللي درنا. بالنسبه اللي ما بغاش يبقى يدير في اضافات بزاف من يبغى يطيب الحريره، ممكن انه يدير هاد البوري هادي ديال الطماطم كيف ما كتشوفوا معايا، المعلبه ديال القراعي وديال الكرتون اللي كتكون هكا خفيفه اللي كنطيبوا بها الحريره، فممكن انكم تخلطوها بهاد الطماطم هادي اللي طحنا، اولا ممكن انكم تضيفوها في الوقت اللي غادي تبداو تطيبوا في الحريره. غادي ندوز ان شاء الله للمرحله، فانا غادي نجيب هاد البلاستيكات هادو ديال المجمد اللي كيكونوا هكايا كيتسدوا مزيان. الا ما كانش هاد النوع هذا فممكن انكم ديروا اي نوع بلاستيك غذائي اللي كيدخل المجمد، وكنزيروه مزيان باش ما تدخلش ليه النسل لداخل، باش يبقى محافظ لينا على جميع المكونات. بالنسبه للكميه اللي كندير ديال الحريره، ماشي شي كميه اللي كثيره، وما كنديرش بزاف الحريره في رمضان، يعني مره سيمانه الا كثرت. فهنايا غادي ندير واحد زليفه كيف ما شفتوا معايا ديال الحمص، دائما كيبقى على حسب انتما بغيتوا ديروا. وغادي نبدا نضيف هنايا شويه هكا قطع ديال اللحم، هنايا غادي ندير هكا عويدات ديال الكرافس كما تشوفوا معايا، وهنا غادي نبدا نضيف. فالمعدنوس مهم بزاف بزاف، فكنبدا هكا كيف ما شفتوا معايا المعدنوس فمغسول وناشف، لهذا كيبقى لينا ناشف هكا زوين صراحه. كنبدا هكا نضيف كميه على حساب نتوما شحال بغيتوا ديروا، وكنضيف كذلك هنا القزبر، كميه ديال المعدنوس كنكثروها اكثر، هنا كذلك غادي نضيف الكرافس. والكرافس مهم بزاف في الحريره كيف ما قلت لكم، الا ما كانش بلا ما نديروا الحريره مهم مهم بزاف، هاد العويدات ديالو حتى هما تيعطيونا الريحه بزاف صراحه. هنا غادي ندوز باش غادي ندير هكا معلقه ديال هكا ديال البصله، حتى هي مهمه بزاف وصافي. غادي نبدا نفرغ هنايا شويه ديال الطماطم كيف ما قلت لكم، كيف ما كتشوفوا معايا الطماطم فهي ثقيله بزاف لاننا طحناها بلا ما، ومن الاحسن ما تشوفوا معايا. هنا غادي نوضع واحد الكميه لان انا باقا كندير يعني هذيك الصلصه ديال الطماطم اللي وريتكم، وهنا غادي نضيف هكا واحد المعلقه ديال السمن. شحال مره كنطيبوا الحريره وكننساو في الاخير نديروا السمن، فكنديروا هكا في البدايه وحتى في النهايه كنديروا شويه، فكيجي الصراحه رائع كيعطي واحد النسمه زوينه.
صافي كنكونوا بهذه الطريقه هذه كملنا. ممكن انكم ديروا حتى التوابل بالنسبه للنساء العاملات اللي يعني ما عندهمش الوقت بتاتا، ممكن انكم ديروا حتى كيف ما كتشوفوا معايا كتكون هذا هو الصاك ديالنا موجود هكايا في المجمد كنحطو صافي وكيبقى محفوظ فسهل بالنسبه لينا اننا نطيبوا الحريره. انا البلاستيكات هادو جاوني كبار غادي نحاول ندير غير هكا البلاستيكات، غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله وغادي نتلاقاو ان شاء الله. انا سبق لي وجدت معكم حريره رائعه في رمضان من السماء والريحه ديالها كتشم من بعيد تجي هائله ممتازه معتبره. غادي نخلي لكم هنايا الرابط ديالها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كيف ما شفتوا معايا الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، فهنايا كيف ما شفتوا معايا فصراحه طريقه اللي هي سهله بزاف كيف ما شفتوا. فانا مني كنت كنسد كنحاول انني هكا نضغط باليدين ديالي حتى كيخرج الهواء كامل وكنسد مزيان باش يبقاو هكا ما فيهمش الهواء ويبقاو لينا كاملين مزيانين وما يدخلهمش الهواء. فممكن انكم تجمعوهم كاملين وديرهم في واحد البلاستيكه كبيره. فكيف ما كتشوفوا معايا صراحه واحد الحاجه اللي كتهنينا في رمضان خصوص الناس اللي كيبغيو هكا يديروا الحريره تقريبا دائما. كتبقى البلاستيكه كتخليوها في الطنجره كتضيفوا عليها البوري ديال الطماطم اللي وريتكم على هذا الشكل هذا كتضيفوه عليها وكتضيفوا التوابل وكتسدوا فواحد الحاجه اللي سهله بزاف كتهنينا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم الدائمه. الى فيديو قادم بحول الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.